شو بكي؟ ليش معصبك هالقد اليوم؟ ما فيني شي. لكن ليش هيك عم تتصرفي مع مروة؟ هي وحدة ما بتفهم وما عندها ذوق بالمرة. بس ما في داعي تغاري منها حبيبتي. وليش بدي غار منها؟ شو بيعرفني أنا؟ هيك حسيت. لوين؟ وجاني راسي، رايحة آخد شي. مرحبا. انتي معصبة مني شي؟ ايه، مشان مروة؟ انت ليش هيك عم تطلع فيني؟ وكيف عم تطلع؟ ما بعرف، يعني مو عادي. أعصابي متوترة. مو أخذتي دواء؟ روحي وارتاحي. بعينتك مبسوط كتير. ايه أنا بعتذر. أنت بتحبها لمروة؟ وأنا مو جاييني نوم مثلكم. ليش هيك متضايقة؟ بدك تطلعي تغيري جو؟ رح اقول لسليمان ياخذنا على المزرعة لتركبي خيل. ما في داعي، أنا حابة أضل بالبيت. أنا طالع. يلا بخاطركم. ألو. ألو، ممكن أحكي مع سهيل؟ مروة.
شو في مروة؟ ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ ليش عم تهرب مني؟ انتبهي لكلامك، مين انت حتى تحكي معي بهي الطريقة؟ ولا بقى تتغابي أكثر من هيك وتضايقيني كمان. مع السلامة. أنا طالع. شكرا كثير. على شو تشكرتي لأخي؟ من شان مروة، لأنه وقفها عند حدها. ما عم أفهم أنت ليش متضايقة من مروة كل هالقد. بعدين لا تنسي مروة كمان كانت زميلتي بالمدرسة. بس مروة مو جاي لعندك حبيبي، حاطة عين على وشو دخلك أنت إذا حاطة عين على أخي؟ لأنه أخوك مو طايقة وهي دبقانة فيه. بالله، بس أنا شايف غير هيك بالمرة. أخي اللي معجب فيها كتير ولاحقها، وإلا ليش لا يطلع معها؟ وهلأ مع بطيئة. وانتي؟ أنا؟ أي أنتِ؟ سهيل، بالنسبة إلي سيلفي. أنا ما كنت عم أسألك عن أخي. أنا قصدي ليش أنتِ عم تتصرفي هيك مع بنت عمك مروة مو أكثر؟ لأنها بتستاهل. هي وحدة مصلحجية وما عندها إحساس أبداً. إي بجوز. على كل ما بدي أتخانق معك بسببها. بس أنا متضايق من هالموضوع. أنا آسفة. مو مشكلة. ما عندي حدا أهم منك أنتِ.